عسلامة مرحبا، أنا أنيس حمدي من جمعية جسمان فونداسيون، نخدم على مشروع اسمه يوث أكد. المشروع بتاعنا هي كيفان تكون تشاركية عقلية. اليوم مش نحكيه عن ميزانية تشاركية، وهي آلية من آليات التشارك البلدية، وهي عبارة عن جزء من الميزانية اللي تخص البلدية وتحطه على ذمة المواطنين شي عم بيه مشاريع تخص المنطقة بتاعه. ميزانية تشاركية تصير على مراحل. المرحلة الأولى مجلس البلدي يجتمع بيقرر أولوية التدخل في المنطقة، يخصص جزء من الميزانية ويقوم بدعوة المواطنين لحضور جلسة أولى. المرحلة الثانية يتم تعيين طرف المسؤول عن المعاينة والتشخيص. شنو نقصد بالمعاينة والتشخيص؟ المعاينة والتشخيص هي تشخيص حل الطرقات والإنارة والمناطق الخضراء، وعادة ما تكون الإطار الفني هو المسؤول عن العملية هذه. وفي بعض البلديات نلقاو أشخاص عاديين ولا المجتمع المدني يقوم بالعملية هي. في المرحلة الثالثة يتم دعوة المواطنين لحضور جلسة ثانية، وفي أثناء يقوموا بالتفكير في مشاريع تخص الحومة نتاعهم. في الجلسة الختامية يتم تقسيم المواطنين مجموعة من الرواشات اللي يتم من خلالها اقتراح مجموعة من المشاريع اللي يتم التصويت عليها في آخر الجلسة. بعد مسابقة نهائية يكون عندنا أفضل مشروع. ومن الأخير حومة نتشارك.